اليوم في مدرسة حروش، المدرسة الابتدائية اللي في حي الأنس. باش نعملوا اليوم كرياسيون تاع كلوب سيتويانتي. الهدف بتاعنا هي غرس ثقافة المواطنة في التلامذة هذوما. واليوم في مدرسة حروش، يقول قايل علاش احنا في مدرسة حروش ماناش في مدرسة ابتدائية أخرى من الكيف. احنا أول ما عملنا معناها في المركز بتاعنا، عملنا رونكونتر مع ليزاسوسياسيون تاع جهة الكيف، وعملنا رونكونتر مع المديرين تاع المدارس الابتدائية، واقترحنا عليهم أنه يجيبوا لنا دي دوموند اللي يحب يعمل كرياسيون تاع كلوب سيتويانتي. وأول واحد بدينا به هي مدرسة حروش، هي أول واحدة جابت لنا دوموند باش تعمل النادي هذا، بدينا فيها اللي هي في سنتر فيل. وأول دوموند في المعتمدية اللي هي معتمدية القصور، بعدها باش نتنقلوا نعملوا كرياسيون تاع كلوب سيتويانتي في مدرسة القصور، وبعدها في منطقة ريفية اللي هي في معتمدية ساقيت سيديوس. احنا الهدف بتاعنا أنهم الوليدات هذوكم الصغار ما يقعدوش تحت الحيط في ساعة ما يقروهش ولا حاجة، هاوكا عندهم نادي ينشط ونوادي معناها مختلفة، يختاروا النادي اللي هما اللي يحبوا عليه ينشطوا فيه. وجوست الهدف متاعنا مع المنشط هو غرس ثقافة المواطنة. جمعية أفريق الكيف تدخلت في تهيئة القاعات، ومن بعد نحن بطبيعتنا نحن في التربية عندنا نوادي اللي هي مختصة، معناها نادي الصحة، نادي البيئة، ننشطوا بطبيعتنا معناتها دي مايا شوية. عندنا نادي المسرح، نادي الصحة، عندنا نادي الرسكلة. جت من بعد معناتها الفكرة اللي كون عملنا اتفاقية نحن والمركز المواطنة والديمقراطية، عملنا شراكة وكنت نشوفوا كما أثر فينا معناتها القاعة هذه بالطول واللي تبوريه هذوما، وتمكننا من باش ناخذوا معناتها أورديناتور اللي خاطر نحن في البلان داكسيون تاع العام الجاي باش نحاولوا باش نعملوا نادي سينما والصورة. إذاعة الكأس، صوتك يا بلادي، ديما عالي.